ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور، وبعيب مستور، وبتجارة لن تبور، وأن تجمعنا في الجنة مع سيدنا الرسول. اللهم إنا نسألك يا رب خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرج صاحب بحاجة من المسجد إلا يسرت أمره وشرحت صدره وأعطيته فوق ما يتمنى. اللهم لا تخرج مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أذلت همه، ولا مغموما إلا أذهبت عنه الغم والحزن، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم سد الدين عن المدينين، اللهم سد الدين عن المدينين، وفرج كربات المسلمين بجودك وكرمك يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم أحبتي في الله على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في ميراث النبي محمد، ميراث المصطفى صلوات الله عليه. نعم والله إن لنا الآن حظا من ميراث النبي محمد، والله هذا ليس بكلامي بل كلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة في زمن أبو هريرة في الجيل الأول الذي رباه النبي محمد، وجد أبو هريرة الناس قد انشغلوا بالدرهم والدينار، فكيف بأبي هريرة لو عاد إلى زمننا؟ هل صليتم على رسول الله؟ في زمن بعد زمن النبي محمد، ربما يكون في العام الذي مات فيه النبي محمد، في العام 11 يا أحباب إخواني في الله، أبو هريرة وجد الناس قد انشغلوا بالدرهم والدينار، فقال لهم أبو هريرة: أنتم ها هنا وميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقسم؟ فقام الناس وقد انجفل الناس يهرولون إلى مسجد رسول الله، فدخلوا المسجد ثم عادوا أو عادوا إلى أبي هريرة، قالوا له: يا صاحب رسول الله، ألم تخبرنا بأن ميراث النبي محمد يقسم ويوزع في المسجد؟ فقال أبو هريرة: نعم والله قد أخبرتكم. فقالوا: يا صاحب رسول الله، ما وجدنا ميراثا يوزع. فقال أبو هريرة: وماذا وجدتم؟ قالوا: يا صاحب رسول الله، وجدنا حلقا للقرآن، وحلقا للذكر، وحلقا للعلم. فقال أبو هريرة وربما دمعت عيناه، قال: وهل ترك نبيكم محمد غير ذلك؟ هو النبي ترك من بعده ماذا؟ ما ترك لكم إلا تلك الأمانة، بلغوا عني ولو. اللهم اجعلنا ممن بلغ عن الله وعن رسوله، اللهم احشرنا في زمرة الدعاء الذين أخلصوا لك يا رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون. قال رسول الله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك يا رب. لن أمل من تكرر هذا الحديث أبدا في كل لقاء، ولو كان لكل ساعة لي درس بإذن الله لن أمل، وأسأل الله ألا يحرمنا من تلك الأجور العظيمة. نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم اسمع باشا الرابعة، ذكرهم من؟ الله، ذكرهم الله في من عنده. أحبتي وإخواني في الله، ما زال الحديث إن شاء الله موصولا في سلسلتنا المباركة في رحاب البيت الكريم. أسأل الله أن أراكم وأن تروني في الكعبة، قولوا أمين. أسأل الله أن أراكم وأن تروني من غير ما تبص لعم مجيد. أسأل الله رب العرش العظيم أن أراكم على عرفات، قولوا اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. اللهم إنا نسألك يا ربي، إن الأمر أمرك والمال مالك والعبد عبدك، فنسألك اللهم أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تبلغنا بيتك الكريم يا رب العالمين. أيها الأحباب، أيها الحجيج، أسأل الله عز وجل بحق لا إله إلا الله أن يبلغنا ربنا في هذا العام الحج والعمرة، قولوا اللهم أمين. بس وانت واثق قل أمين يا رب، اوعى تقول أمين ومن فين يا عم الشيخ، لا يجتمعان الضدان، لا يجتمعان.
والله عز وجل المستحيل في حق الله، اسمع جيد، هكذا قال أهل التوحيد، المستحيل على الله. هل هناك مستحيل على الله؟ قالوا نعم. قالوا المستحيل على الله كل ما لا يليق بذاته المقدسة، هذا مستحيل على الله. والعجز، هل يجوز لله أن يكون عاجزا؟ حاشا لله، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نكررها، إن الله على كل شيء. أوليس الله بقادر أن يهبك من المال ما يوصلك إلى بيته؟ اللهم هيئ لنا ذلك يا رب، وأطل في الأعمار يا جل الجلال والإكرام. أحبتي وإخواني في الله، ما زال الحديث يجري بنا يا أحبابي إلى أفضل بقاع الدنيا والآخرة. هل صليتم على رسول؟ أستغفر الله، في أفضل بقاع الدنيا ألا وهو المسجد الحرام أيها الأحباب، في أول بيت وضع لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ونحن موقنون بأنك على كل شيء قدير أن تبلغنا الحج. نعم والله، حديث الحج له شجون في القلوب، وله يا أحباب إخواني في الله طعم لا يتزوقه إلا من صفى قلبه. أسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا أحباب إخواني. والله من الناس ناس كما أخبرت في الحلقة الماضية، بمجرد أن يرى الكعبة كاد أن يخشى عليه في كل مرة، ليس هو مرة عابرة فاضت عيناه، لا والله، إنما في كل مرة يرى فيها الكعبة يصرخ بأعلى وجدانه فيقول يا رب البيت الحرام والشهر الحرام أسألك أن تبلغني يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حجاج بيته في هذا العام. هل صليتم على رسول الله؟ أحبتي وإخواني في الله، بعد أن تكلمنا بفضل الله عن معرفة الإحرام، بس صلي على سيدنا رسول الله، ثم بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى تكلمنا عن أنواع المناسك، وقلنا أنها كم منسك؟ أنا بشاور لكم ثلاثة. هل صليتم على رسول الله؟ إما أن تكون أيها الحاج يلي قدامي إن شاء الله هتحج، قول أمين، إما أن تكون مفردا، وإما أن تكون قارنا، أو إما أن تكون متمتعا. هل صليتم على رسول الله؟ نعم. وصلت بفضل الله إلى البيت فطفت سبعا وسعيت بين الصفا والمروة، سواء كنت حاج مفرد أو قارن أو متمتع. هل صليتم على رسول الله؟ طفت بالبيت سبعا ثم بدأت في سعيك بين الصفا والمروة، انتهيت. إن كنت متمتعا اعمل إيه؟ تحلل، احلق وباشر حياتك الطبيعية عادي. وإن كنت مقرنا أو مفردا، ها الجماعة معانا، كن على إحرامك واحذر المحظورات وانتظر بنفس إحرامك. اوعى تقول أنا مالي ومالي الحج، بس الشيخ بيكلمنا على الحج وإحنا في الفلوس عشان نحج. يا شيخ أقسم لك بالله إن الوصول إلى بيت الله ليس بمال أبدا، ليس بالمال، إنما هي دعوة دعاها إبراهيم. دعوة إبراهيم غريبة جدا، أتدرون ماذا قال؟ قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل، لا لا لا، أكد أكد أكد، بيقول إيه؟ بيقول إيه أحبابي؟ ما قالش ناس، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، تهوي. اللهم اجعل هوانا في رضاك يا الله، في حديث يخلع القلب. بس بعد ما صلي على سيدنا النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يكون مزاجك وهواك يكون تابع لسيدنا النبي.
اللهم اجعل يا رب جوارحنا وهوانا، اللهم اجعل يا رب العالمين حياتنا ومماتنا، اجعلها في سبيلك وفي طاعتك يا رب العالمين. اللهم حقق فينا قولك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. هل صليتم على رسول الله؟ نعم أيها الأخيار. اوعى يكون عندك مال وما تحجش، دي مصيبة، والله مصيبة. أتدري ماذا؟ لأنك قد غفلت عن ركن ركين في بنيان وفي صرح الإسلام، الذي قد وهبه الله مال ووهبه صحة. سؤال وجاوب عليه دلوقتي يا باشا، ما حجتش ليه؟ ما حجتش ليه؟ تخيل أن الذي يسألك هو الله، كيف يكون حالك؟ اللهم اجمعنا مع رسول الله. اسمع، إن كنت محرما بالتمتع تحلل من العمرة والبس ملابسك العادية واصنع ما شئت، إن كنت قارنا أو مفردا اعمل ايه؟ كن على إحرامك إلى يوم، إلى يوم ايه؟ السابع ولا الثامن؟ الثامن. صليتم على رسول الله؟ إلى اليوم الثامن، يوم ثمانية صليتم على رسول الله؟ إن كنت متمتعا من نفس مكانك، وإن كنت قارنا من نفس مكانك، وإن كنت مفردا من نفس مكانك، لا تعد إلى الميقات. تقول وأنت متمتع لبيك اللهم، ها، بحجة. أما القارن فلا يقول. أتدري لماذا؟ لأنه ما زال هو محرم، والمفرد ما زال محرم. الكل قد توجه إلى منى، وقد لبست أو ارتدى الحجيج أكفان الدنيا. يا باشا، هم لبسوا الأكفان، وأفضل وأشرف ملبس قد عرف في الدنيا يوم أن تتجرد من الدنيا وتذهب إليه بقطعتين قماش، وقد استوى فيها الغني والفقير، الكل ليست لهم علامات ولا إشارات ولا أي شيء على الإطلاق. وقد عجت الألسن بالحديث مع الله رب العالمين، هذا يتكلم بالألماني وذاك بالفرنساوي وذاك بالطلياني، وهذا يتكلم بالعربي وهذا يتكلم بأي كلام، وبجميع اللغات، تعددت اللغات والرب واحد. صليتم على رسول الله؟ هذا يدعوه بالإنجليش، وهذا يدعوه بالعربي، وهذا يدعوه يا أحباب إخوان بالفرنساوي، وهذا يدعوه بالألماني، والكل لهم رب واحد. يقف الغفير بجوار الأمير، والحقير وليس فيهم حقير، كل من وصل هناك نحسبه عزيز على الله. هل صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع النبي محمد. هل صليتم على رسول الله؟ نعم. الكل قد وقف وتجردوا من ملابسهم ووصلوا إلى بيته وصعدوا على الجبال. لما الجبال؟ عشان يحقر في عينك الدنيا. كل مناسك الحج كلها جبال، صح ولا غلط؟ من منى جبال، إلى مزدلفة جبال، إلى عرفات جبال، إلى مزدلفة جبال. صليتم على رسول الله؟ قد أعجبني من قال أن البيت ليست له ميزة طبيعية مادية، يعني ليس مكان هو للسياحة، مش مكان للسياحة عشان تأخذ أولادك هناك وتقول تعالي يا أولاد حلفوا حوالين الإيه؟ البساتين والورود والأنهار والمياه صح ولا غلط؟ صليتم على رسول الله؟ في أنهار في عند بيت الحرام، بيت الله الحرام؟ هل صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع رسول الله. إنما موطن لا يوجد على سطح الأرض مكان يماثله في الروحانيات والطاعة والتعبد لله رب العالمين. هل صلينا على رسول الله؟ صعدوا على منى،
المفرد مفرد، والمقرن مقرن، والمتمتع متمتع. صلينا على رسول الله وهنا وقفنا. صليتم على رسول الله؟ يبيتون في منى، وهو هذا اليوم يسمى بيوم التروية. لما سمي بهذا الاسم؟ لما سمي؟ معايا أبو إسماعيل؟ أي يوم ليه سمي بيوم التروية؟ ما الفاكر 62 بس أنت والراجل محجوب ومش عارف مين الليلة بتاعتكم دي؟ صليت مع رسول الله. طيب اسمع، يا رب اجمعنا مع النبي، قولوا أمين يا رب العالمين. قالوا لأنهم يجلسون ليرووا الإبل في هذا المكان ويرتووا. في كلام كثير جدا فيه، ولكن سمي بيوم الايه؟ بيوم التروية. من السنة المبات في منى، ومنهم من قال واجب، ولكن المرجح بأنه سنة، فمن فعله فخير والحمد لله، وإن كان الأولى. ولكن ازدحام الحجيج، ما أقوله أنا الآن يختلف عن الواقع. الواقع له فقهه وظروفه، نفهم دي عشان ما تصلبش دماغك هناك وتعمل مشاكل، ونصلح بينك وبين الراجل في هناك وتعمل مشاكل وتظن بالناس ظن سوء. تقول انتوا عشان تجمعوا فلوس، وانتوا يا بتوع مش عارف ايه، وانتوا بتاع الشركات. نعم هم عايزين فلوس، كلام صح، صليتم على رسول الله، وبتوع مصالح صح، بس هدي النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من فقه. فمن ذهب الى منى ليبات هناك ان شاء الله خير ولا حرج. طب ومن لم يبت ولم يذهب فليس عليه حرج. طب عليه دم؟ لما تسمع كلمة دم أخويا رضي عنك، يعني كبش يهدى إلى الإيه؟ خروف، يعني إن شاء الله يهدى إلى فقراء مكة. صليتم على رسول الله؟ نعم. قالوا لا، تصلي هناك، أنت مكنت إن شاء الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. صليت على سيدنا رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع سيدنا النبي، قولوا أمين. اسمع، قضيت الليلة في طاعة وعبادة وخشوع. عارف الحج أخويا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مدرسة روحانية. سنك 40 سنة تروح تاخد لك مكان وتقول له كده، تقول له بالكلام الفطري بتاعك، يا رب أذني تركت مراتي وتركت أولادي والشغلانة بتاعتي والوظيفة بتاعتي، لأنك يا رب أحب شيء إلى قلبي أنت، ولأجلك تركت، فاقبلني يا رب العالمين. قل له كده، أنت تحدث معه جل جلاله بتلك الصيغة بفطرتك. سيبك من الكتيبات اللي بدوها لك وتبقى مشغول، يا ابني انت في الصفحة الكام؟ صفحة 18. لا يا عم احنا هنستهبل، ده انا في صفحة 57. صليتم على رسول ده 57 بيروح العباسية، في 97 ده كان. صليتم على رسول الله؟ والله كنت بركب هناك عشان اروح كلية الدعوة. صليتم على رسول الله؟ غلط. لا تشغل نفسك بتلك الكتيبات، انت رايح وعندك هدف واحد بس، افهموا معايا، عندك هدف واحد بس. مش احنا احبابي اخواني في الله، معايا ابو شاكر ولا نايم؟ طيب صليتم على رسول الله؟ اسمع، انت عندك هدف واحد بس. مش احنا بنقول ابو بلين ايه؟ ما اعرفهاش بلدك صح ولا غلط، يعني ما اعرفش ابو بلين وابو ثلاثة. طب وابو تريكة؟ الله يحفظه يا رب العالمين. صليتم على رسول الله؟ مرار طافح. طيب يا اخوي الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، انت لك هدف واحد بس، عارف ايه هو؟ تقول له كده، انا عايز ميلاد جديد، انا عايز شهادة ميلاد جديدة، يا رب وفقني لهذه الشهادة،
أعلى من الدكتوراه وأعلى من الماجستير وأعلى من كل ما هي ما عرف من الشهادات. أي شهادة عم الشيخ؟ قول النبي محمد فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق ها؟ مش هو ده الشهادة دي؟ رجع كيومي ولدته أمه. صليتم على سيدنا رسول الله؟ تروح وانت رايح بالنية دي، وقفت على منى لا تنتهي من الدعاء، ونوع واشمل وسر ربك أن يرفع الهم عن أمة النبي محمد. ولا تنس إخوانك من المرضى ومن المستضعفين في الأرض، ومن الفقراء ومن الأيتام ومن الأرامل ومن الكربات. قل يا رب الأرباب فرج الكرب عن عبادك. عارف ليه يا باشا أيها الحاج حبيبي؟ لأن النبي قد قال: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا ودعوه. الله الله الله، لا يقول لك شيء. فأجاب فدعوا ودعوه فأعطاهم، فاش مفصلة، أعطاهم على طول. صليتم على رسول الله؟ أكبر وادعي لأبو إسماعيل إن ربنا يهديه، قولوا أمين أمين. صليتم على رسول الله؟ طيب وصلت أيها الحاج وقضيت الليلة في منى إن استطعت إلى الفجر. طيب صلينا على سيدنا رسول الله، طب ما روحتش منى، يبقى هتستنى يوم كام؟ يوم 9. إمتى يا عم الشيخ؟ صليتم على رسول الله؟ من إمتى يا عم الشيخ تتحرك؟ جاز من الفجر، من قبل الزوال، يعني من قبل الفجر، عفوا من الفجر. صليتم على رسول الله؟ أو بعد الزوال. إيه بعد الزوال وإيه الزوال وإيه الزوال؟ يعني أحبابي إخواني وقت الظهر، يا إما أن تتحرك حوالي الساعة 10 وتوصل هناك الساعة 10 صليتم على رسول الله، أو أنك توصل هناك في ميعاد الخطبة، بس أنت تحرك مع إخوانك لأن الكل يتحرك من هناك من الفجر أو من الساعة 6 عشان المواصلات والزحام. اللهم اجعلنا في زحام بيتك الحرام في هذا العام، أحلى زحام، كل زحام يخوف ما عدا الزحام ده، كله سكينة وكله أمن وأمان واطمئنان ووفد الملك. صليتم على رسول الله؟ طيب انتظرت يوم 9، وما أدراك ما يوم 9 من ها من ذي الحجة. قال فيه النبي: لمن لم يوفق أو لم يكن له نصيبا في الحج، اوعى تضيع اليوم ده، اوعى تضيع اليوم ده. سيدنا النبي يقول: احتسب على صيام يوم عرفة ها يكفر ايه؟ سنة قبله ها وسنة بعده، 16 ساعة ب48 شهر، مملوءة ب24 شهر مملوءة كلها بالسيئات والمعاصي. يا رب اجمعنا مع النبي محمد. صليتم على رسول الله؟ طب هذا اليوم يسمى يوم ايه؟ يوم عرفة. يبقى احنا نزلنا من على منى ورحنا عرفة، معايا؟ أنت وصلت قبل الزوال، يعني قبل الظهر أو بعد الزوال، عند الظهر صليتم على رسول الله. ماذا تصنع هناك؟ صلي على رسول الله. يوم عرفة له شرف وفضل، ما فضله؟ اسمع بس، تصلي على رسول الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الإمام الألباني من حديث أنس بن مالك خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي محمد، عايزك تسمع الحديث لو انت فاتح قلبك، صليتم على رسول الله؟ اسمع، سيبك من 62 و63، خلي بالك، صليتم على رسول الله؟ انتبه، اسمع للحديث الذي يجعل الحاج في هذا العام يقول: امتى بس يجي اليوم دعم الشيخ؟ امتى عشان استشعر بالموقف النظري والعملي؟ اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أتاني يا معشر المسلمين. النبي بيقول كده وهو على العرفة، النبي هو على العرفة يقول يا معشر ال، يا الله يا معشر المسلمين، قد أتاني جبريل، لسه جايين جبريل، آنفا فأقرأني من رب السلام. أول حاجة ها أقرأني من رب الإيه؟ سلام مخصوص لحبيبنا وتجرسنا. فأقرأني من رب السلام وقال لي، اسمع أيها الحاج، وقال لي، من اللي قال؟ جبريل عليه السلام، قال لي إن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام. قال عمر ابن الخطاب يا رسول الله، أهذه لنا خاصة بتاعتنا احنا بس عشان احنا معاك؟ ألنا ذاك خاص؟ فقال النبي محمد لا، لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع مرة ثانية، إن الله، اسمع، قال أنس، قال رسول الله يا معشر المسلمين قد أتاني جبريل فأقرأني من رب السلام وقال لي إن الله قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر أولنا خاصة يا رسول الله؟ قال لكم ولمن جاء من بعدكم إلى يوم القيامة. يبقى وانت واقف على عرفات قل بشرني النبي أن الله قد غفر لي، قولها كده بكل صراحة، بكل صراحة، بكل وضوح. اسمع للفضل الذي بعده، روى الحديث الإمام مسلم وابن حبان أن النبي محمد وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي، يباهي بأهل عرفات أهل السماء. بالراحة بالراحة، ابنك جاب 99 في الثانوية العامة، اللهم أمين يا رب، قل أمين. طب حفيدك قل أمين. طب أخوك، أي حد، تروح تقعد أنت وتقول كده قدام أصحابك قدام خلانك وأقربائك، تقول لهم ده ابني، ده ابني علي، ده جاب 99 الحمد لله. فأنت بتفتخر صح ولا غلط؟ طب أنت بتفتخر عشان هو ها ابنك صح؟ ويعود إليك، ويعود إليك منفعة منه صح ولا غلط؟ هم لما جابوا الأول على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية صليتوا مع رسول الله، مش الأب طلع كده وفرحان وهايص لايص فرحان صح ولا غلط؟ صح أبو إسماعيل؟ تركش على البطاية و62 والكلام، سيبك الكلام، صليتوا مع رسول، اسمه جميل يا أحبابي إخواني في الله. طب هذا الرجل لما تباهى بابنه كان محتاج لهذا البهاء، انك انت مفتخر بابنك صح ولا غلط؟ طب الله الغني، الله الغني، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو، ومع ذلك يقول الله
اسمع، سيدنا النبي يقول إن الله يباهي بأهل عرفات، أهل مين؟ أهل السماء. يقول الله هو بباهي بهم، يقول انظروا، بيقول لمين هم؟ بيقول لمين؟ للملائكة، لأهل السماء اللي هم الملائكة، لأهل السماء اللي هم مين؟ بيقول لهم ايه؟ انظروا، بيقول للملائكة انظروا، ما هم ناظرين وشايفين. ولكن هذا يريد أن يقول لك أيها الحاج، أنت لك مكان عند الملك، أنت عزيز وغالي. اسمع، بعد الصلاة على رسول الله انظروا ها إلى عبادي، شوف الياء دي، اللهم أدخلنا فيها في هذا العام. شوف كلمة الياء دي، عبادي دول بتوعي إذا صح التعبير. انظروا إلى عبادي جاءوا إلي، دول جايين لمين؟ جايين لي أنا، جايين لي. شوف كلمة جايين لي، هم مش جايين عشان يشوفوا البيت شكله أبيض ولا أحمر، مش جايين عشان يشوفوا الصفا والمرة شكله إيه، ولا يشربوا من زمزم. دول جايين عشان مين؟ عشان مين؟ لأجله. عشان كده قلنا ما تنساش، وإحنا بنقول في فضل الحج في الحديث اللي انت سمعته الآن في حديث شهادة الميلاد، إن سيدنا النبي يقول من حج لله، من حج إيه؟ لله، من حج لله، مش حج عشان يقولوا له يا حج أبو إسماعيل، أو حد يقول له الكلمة دي يا حج أبو إسماعيل، مش جاي، مش عارف تتركب ولا تركب، قول له أبو إسماعيل وخلاص. صليتم على رسول الله؟ ده في واحد لما قلت لهش يا حج يديك تبويزة يرميك ورا الكاميرا، لك ما كنت صرفت أنا 180,000 عشان تقول لي ازيك يا عم فلان. مرر طافح، هاتي عديها، قول له ازيك يا حج، وعطش الجيم عشان يفتخر برضك من حقه. يبقى أحبابي إخواني في الله، جاءوا إيه؟ جاءوا إيه أحبابي؟ إلي، جاءوا إلي شعثاً، ها؟ شعثاً، يعني شعثة؟ شعورهم. ما هو أساس بيتكلم على أن الحج ده مش هينفع ياخد أي حاجة من إيه؟ لا من شعره ولا من أفاه ولا من ودنه ولا من عينه ولا من أي مكان ولا من أفاه ولا أي حاجة، بعد إن هو لبس ملابس الإيه؟ الإحرام، وفيهم ليه ناس، ليهم ناس نوت من أول شوال، جاز أن تنوي بالحج من أول شوال، بتاخد شوال وانت مش هتحلق، وحتاخد ذو القعدة ومش هتحلق، هتمكس إلى يوم 10، يعني انت واخد لك كم يوم دلوقتي؟ حوالي 70 يوم. وقلت له كده وانت شكلك صليته مع رسول الله أشعث، وبعدين أغبر للرمال التي قد حاطت بك من كل مكان، والجو القارص، الحرارة القارصة أو الجو القارص في البرد غير لونك وتشققت الشفاه. يا أحبابي إخواني في الله، وانت بتقول أنا جيت لك يا رب يا حنان يا كريم، فهو يقول الله انظروا إلى عبادي جاءوا إلي شعثا غبرا. حديثه خلاص، روى الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة، أو صح عن رسول الله من حديث أم المؤمنين عائشة، قالت قال رسول الله. اسمع دي بقلبك دي، بس خلي بالك لو لم توفق، يعني لو موفقتش في الحج في هذا العام حتدخل في الحديث اللي جاي ده. اسمع لا ديش جاي ده، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفات، أكبر يوم للعتق مش يوم 27 رمضان ولا يوم 21 رمضان، أكبر يوم بيعتق فيه من الرقاب من عباد الله يوم عرفة، سواء كنت حاجا أو غير حاج.
شايف الفضل ده بالله عليك؟ شايف أبو إسماعيل؟ يبقى سيبك من 62 أبو إسماعيل، صليت مع رسول الله؟ اسمع يا رب، اجمعنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. واقف انت العرفات، هتعمل الآتي: هتصلي انت الفجر، صليته في المسجد الحرام او صليته على منى او صليته في الفندق او صليته في اي مكان، يبقى انت داخل على وقت الايه؟ وقت الظهر، اللي هي خطبة عرفة. فين؟ في مسجد نميرة. صليت حسن عباد الله، صليتم على رسول الله، صليتم على سيدنا رسول الله أحبابي. في هذه الساعة إن كنت في مسجد نمرة فالحمد لله، صليتم على رسول الله. بس إن صليت فيه بعد الصلاة لابد أن تخرج، مش تقعد من أول ما تدخل لغاية ما تغرب الشمس يا عم الحاج يلا بينا مروحين يلا بينا ماشيين. مسجد نمرة ليس من حدود عرفة، فهم دي يا عم محمد يا عم حسين يا عم أسامة يا عم مصطفى؟ مسجد نمرة مش من حدود الايه؟ عرفة. تطلع وتلقى الجو مكيف، تطلع بره تخش تجري تقول تضيع عليك الحجة. صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع النبي محمد. يبقى صلينا على سيدنا رسول الله، وقفنا وأنت على عرفة. في وقت الظهر تجد الإمام أو الشيخ المسؤول عنك يقول يا جماعة المسجد بعيد، فتجد ليه تعددت الخطب في المخيمات، في المخيمات، ويخطب بك الشيخ خطبة قريبة من خطبة رسول الله، يذكر الناس بتقوى الله وبالتواصل والاجتماع والمحبة ومغفرة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يصلي بنا الإمام الظهر، اللي هي صلاة الايه؟ صليتم على رسول الله. الظهر كم؟ كم؟ ركعتين، قصرا مع جمع تقديم. ايه جمع تقديم؟ بعد ما تخلص مباشر الظهر، الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، الاقامه. اقامه ايه يا عم الشيخ؟ ما احنا اذنا الاول واقمنا الصلاه عشان نصلي الظهر، بعد ما نصلي الظهر ركعتين قصرا هنقيم الايه؟ الصلاة. هنصلي ايه تاني يا عم الشيخ؟ العصر. العصر جمع تقديم وقصر، كم ركعة؟ اثنين، ولا تصلي بينهما. عايز يريحك تقعد كده بقى، ليس لك شغلانة إلا تقول له أنا جيت لك فاغفر لي. في ساعة الظهر إن لم يعني تذكر إخوانك قل لهم في ساعة الظهر في القيلولة الشديدة دي كانت سنة مهجورة لرسول الله. النبي يعمل إيه؟ يقف النبي محمد ويدعو الله تبارك وتعالى. أحبابي إخواني في الله، وقفة طويلة، تجد كل الناس قاعدة وفردت الإيه؟ أصلا أنا كنت فاكر زيك إن عرفة ده إحنا هنطلع على الجبل وروح قاعدين في الجبل. لا، عرفة كله مخيمات وتكييفات مركزية وزي كده، ويجيبوا لك الأكل واللحمة زي ما أنت عايز، حتى السمك موجود والبط موجود، بس أهم حاجة تروح. صليتم على رسول الله؟ أو والله وفسدق ومش عارف وبندق وكل اللي أنت في نفسك فيه يعني، وتلاجات مليانة بالعصائر وزي، واخد بالك يا أستاذ محمد؟ نسيبي ده يا أحبابي إخواني. صليتم على رسول الله؟ طيب كل شوية رايحة التلاجة تشرب ده. صليتم على رسول الله؟ طيب إلى غروب الشمس، إلى غروب الإيه؟ الشمس. تتحرك على طول إلى أين؟ إلى أين؟ تخافش إلى إيه؟
إلى مزدلفة، نقف وقفة. متى يبدأ عرفات وينتهي؟ يبدأ عرفات، بعض من أهل العلم يقول يبدأ عرفات من فجر عرفات إلى فجر يوم العيد. صليت على سيدنا رسول الله؟ ومنهم من قال لا، ليس من الفجر بل من الزوال، من قبل الزوال الساعة 10 إلى يوم فجر يوم العيد. ومنهم من قال لا، بل من بعد الزوال، يعني من بعد الظهر إلى فجر يوم العيد. عندك ثلاث مسائل: رجل وقف قبل الزوال الساعة 10 فريش، خد له ساعة وراح مشي، ما حكم عرفة قبل الزوال؟ عند المالكية لم يقف، عند الجمهور عليه دم، عند الشافعي رضوان الله عليه قال لا حرج عليه. صليت مع رسول الله؟ طيب ده الجمهور بيقول عليه دم لأنه لم يتم الإيه؟ ليه الجمهور قال كده؟ قالوا لأن الجمهور، والجمهور هنا أحباب إخواني يبقى أبو حنيفة والإمام أحمد ومن معه، لأن مالك يقول لا يجزئ، ما ينفعش. الشافعي قال ينفع، واختاره الإمام النووي. صليت مع رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع النبي محمد. صلينا على رسول الله؟ طيب المسألة الثانية: رجل وقف بالنهار بس وبالضبط من ساعة الزوال أو من بعد الزوال أو من قبل الزوال لغاية أبو شاكر صلى العصر، قال يا جماعة يلا بنا نمشي، حكمه صحيح عند الجمهور. الرأي المسألة الثالثة وهي الأكمل: أن تجمع بين النهار وجزء من الليل، يعني من إمتى؟ من بعد الزوال إلى غروب. لك الغروب يا شيخ خلاص الشمس غربت، نتحرك؟ أتحرك يلا. وهذا هو الأتم والأكمل. طب رجل وقف بعرفات بالنهار فقط حجه صحيح ولا دم عليه، طب وقف بالليل بس، الطيارة اللي كان راكب فيها أبو شاكر لا وصلت الحمد لله ما فرقتش، تخافش وصلت الحمد لله، بس وصلت على المغرب، وبعد المغرب على مالبا دخل أبو شاكر، كان جات الساعة 2 على عرفات، واحتمال يقابل عم جيد هناك ومش عارف هياخد أبو إسماعيل ولا لا، مش مشكلة ماشي يا أحبابي إخواني. وقفوا الجماعة دول من الساعة 2 بالليل، حجهم صحيح ووقفوا على عرفات ولا حرج عليه. أبو اسمع أبو شاكر بيقول الحمد لله معنا ما حجش، صليتم مع رسول حلوة برضك، صليتم مع رسول الله يبقى الحمد لله. وقفنا على عرفات ووضحنا المسائل. أفضل دعاء العرفات يا عم الشيخ، لم تثبت الأدلة بأن هناك أدعية خاصة مخصوصة. ما تشغلش نفسك بالكتاب، ما تشغلش نفسك، أنت تكلم كلام مباشر مع ربك. طب ينفع أن أنا أدعوه هناك بأمور الدنيا؟ لا، ليه ما ينفعش؟ هتجي ده الفتاوى دي واحد يقول لك يا عم سيبك يا عم، تجي عرفات تقول له يا ربي سدد ديوني، ما قلتوش، إن لم أقل له هو هقول لمين؟ عندي كبد، اشفيني من الكبد. جاري عنده سرطان، اشفيني من السرطان. ابنتي تعبانة، عندي كذا. قل له اسألوا الله ما شئتم وفوق ما شئتم. صح ولا غلط؟ كان حتى كده الفتاوى دي عند بعض الناس.
لا يحق الإنسان أن يحجم سؤالا. كان الصحابة يسألون الله شراك النعل، يقول له يا رب وفقني عشان أكرمكم الله سامحوني عشان اشتري حذاء. صليتم على سيدنا رسول الله؟ أيوة أحبابي إخواني في الله. ولكن ما هو أفضل الدعاء؟ صح عن رسول الله أنه قال أفضل الدعاء يوم عرفة. أفضل الأدعية تدعيها يوم عرفة، سواء كنت حاج أو إن لم تكن إيه حاج. وأفضل وخير ما قلت، خير الدعاء، نص الحديث، خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا، اللي هو مين؟ سيدنا النبي، والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صليت مع رسول الله؟ أوشكت الشمس على الغروب وغربت، تحركت في صلاتين مش هتصليهم، اللي هم ايه؟ المغرب والعشاء. هتصليهم فين؟ في مزدلفة. يلا انزل إلى مزدلفة. مزدلفة حكمها حكم مبات منى، اختلف فيه الفقهاء، إن الأصل والسنة أن تنام وتبات على مزدلفة، ولكن قالوا أن المبيت، منهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال أنه سنة، ومنهم من قال أنه ركن. فمن أخذ بأي الآراء إن شاء الله صحيح، إن شاء الله بدون دم إن شاء الله. صليتم على رسول الله؟ أصلك أنت مرتبط بمجموعة ومرتبط بناس ومرتبط بأحوال. قال بل بعض الفقهاء قالوا لو مر عليها مرارا مرارا بنية أنه يؤدي المنسك خلاص وقع الأمر. هو المفتي ده اللي أفتى، ده الشيخ اللي أفتى يعني، وأظنه الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه، لو أنه مر خلاص أدى النسك. هو دي فتوى سياسية عشان يقولها مثلا عشان يجامل بها أحد؟ لا، وحاشا لهم أن يجاملوا أحد على حساب دينهم. طيب تنزل أمر الله، بتاخد لك نص ساعة ولا ساعة، تصلي فيهم الإيه؟ المغرب والعشاء، جمع تأخير مع قصر، بس المغرب كم ركعة؟ ثلاثة. وتصلي العشاء كم؟ اثنين. صليتم على رسول الله؟ ثم تتحرك إلى أين؟ إلى أين؟ الله يفتح عليكم. هتروح منى ليه؟ عشان ترمي حاجة اسمها الجمرة أو العقبة الكبرى، تصل هناك. متى ما تصل ترمي على طول. وصلت الساعة 3 الفجر، 2 الفجر، 1 الفجر، الساعة 5 الصبح، الساعة 8 الصبح، ها تعمل ايه؟ ترميها بكام؟ بسبعة. هتاخد الجمرات من فين؟ هذا لم يرد حظ نصا عليه من عند رسول الله. جاز لك أن تأخذها معك وانت من على عرفة، جاز تأخذها معك من منى وانت في ايام الترويه، جاز لك انك تاخذها وانت في الطريق، جاز لك تاخذها من منى نفسها وانت رايح ترمي، صليت مع رسول الله، وجاز ان تاخذها من مزدلف، صليت مع رسول الله. تاخذهم قد ايه؟ كم وحده؟ كم وحده؟ ها 49؟ لا اخويا سامي، ان شاء الله تروح وتتذكر الحته دي. سبعه بس النهارده، سبعه بس، وترمي، لا ما انت هترميها واحده بس، العقبه الكبرى هي فقط الكبرى بس، مش هتروح للصغرى ولا الوسطى، الكبرى بس. بسم الله الله أكبر، تروح ترمي. صليت مع رسول الله؟ لا لسه معنا الثلاث أيام اللي جايين اللي هم 49. صليت مع رسول لا، ما أنت وأنت على مين خد، ما تحملش نفسك، ما تحملش نفسك، خد من أي مكان، أي مكان. قد إيه حجمها زي ما بيشاور له أخويا سيد؟ واحد قد الفولة، واحد بيحب الفول يقول قد الفولة، واحد بيحب الحمص يقول حمص، واحد بيحب البطيخ نقول له اوعى لا بطيخ ولا شمام، ما ينفعش.
ما هو رايح ومتغاظ من ايه؟ من شوشو، فعايز ياخده معاه ايه؟ ده لو يلا عاد يقول للمقاولين العرب عايز نقلتين هناك. استنى عمري تدخلني ليه سوق الثلاث والشباشب؟ ماشي، صليتهم على رسول الله، هترميها الحبيات صغيره فعلا على قدر حبه الحمص او اكبر، المهم تعرف تمسكها، بس بدل ما تدور في صوابعك ما تلاقيهاش. صليتهم على رسول الله، صلي على رسول الله. هدي لك فكره حلوه وانت بترمي، بس صلي على سيدنا رسول الله. يبقى سبعه على قدر حبات الحمص او حبات الفول. واحد بيحب ام عين سودا حلوه، اللي هي ام عين سودا لوبيا حلو بس صغيره قوي دي، صليتهم على. المهم اخذت السبعه من اي مكان، يجي واحد زي ما بقول ابو شاكر، ده انت هتلاقي هناك حاجات ما تتخيلهاش. اللي خلع الشبشب وينعد، اه والله بيحكي لنا الدكتور مصطفى العدوي، اسال الله ان يطول في عمره، يعني مش الدكتور، عفوا عبد الرحمن العدوي، مش الدكتور مصطفى عدوي اللي بيجي في قناه الرحمه، ده اسمه الدكتور عبد الرحمن العدوي، من اكبر فقهاء الامه، مش عارف الان يعني توفى ولا كان استاذي واستاذ دكتور لي في كليه الدعوه الاسلاميه، كان لما يدرس لي كان عمره هو في التدريس كان تجاوز حركة 75 سنة 80، ده في ألف كام 97 كان سنه حركة 70. أنت تنظر فيها ليه تقول زمانه مات، اللهم بارك في عمر. صليتم على رسول الله؟ نعم. فكان يقول إيه، فواحد دخل وجاء عند هني وراح خلع أكرمكم الله الشبشب، ما كله هناك لابس شباش مش هينفع جزم. صليتم على رسول الله؟ أنت اللي طلقت امراتي يا ابني، مش طلق امراتك ما تروح تصطلح معاه وخلاص، صليت مع رسول الله؟ اه يا رب اجمعنا مع النبي محمد، ترميها ان شاء الله رب العالمين. ما تشغلش نفسك بالعمود يا شباب يا احبابنا، يا من لم تصل الى هناك ان شاء الله اصل ان تصل، وان اراك ان وان تراني في هذا العام، عباره عن حوض هو نازل منه احبابي اخواني في الله، سهم او مسله، شفت المسله نازله مسله او عمود في نفس الحوض، انت المطالب منك انك ترمي في الحوض، لكن تروح تعمل نظاره وتكبر العدسه عشان تصيب الايه العمود وتصوب وممكن ما تعد، لا ده جت بره يا عم، انت بتلعب نشان، لا ارمي في الحوض، ركز ان الايه تاتي في الحوض، لان لا لم تاتي في الحوض ها لا تحسب. صليت مع رسول الله وتراعي الله الله يرضى عنك، تراعي من هو أمامك. صجت في دماغي، أنا دلوقتي الفكرة، يعني لك واحد صاحبك مضايقك وهو قدامك ترجمه هو، أو حماتك تكون قدامك تنسى الشيطان و... اللهم بارك لنا في حمواتنا يا رب. صلوا هنا على رسول الله. يبقى تلاحظ إخوانك الذين أمامك، تلاحظ إخوانك الذين هم أمامك، وتصوب على الحوض، لا تشغل نفسك إن رميتها بسبعة. الفكرة اللي بقولها لك لعم وسام وعم مصطفى وعم حسين، ما تطلعش مباشر من من الكيس اللي معاك، اعمل كالآتي وانت داخل، عدوهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة، واغمض عليهم وادخل وما تعدش تاني. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر. خلصت القضية. ليه؟ لأنك أنت لو بتطلع بتقول إيه؟ واحد اثنين أربعة، لا ده دول ثلاثة، الله يخرب مطن، أه شوشو اشتغل معك وهو قدامك أهو. تفضل ابني. الحوض ده قيل الأماكن دي الثلاث عقبات، قيل هي الأماكن التي اعترض لها، اعترض فيها الشيطان لأمر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقيل الأمر أمر تعبدي، أمر تعبدي. صليتم على رسول الله؟
لما أراد سيدنا إبراهيم أن يذبح ولده جاء الشيطان عند العقبة الكبرى وعقبة الصغرى وعقبة، قيل هذا الكلام ولكن لم يكن حديث الله أعلم يعني نص عن الموضوع ده. المهم النبي حدد لنا الأماكن، تجعل الكعبة عن يسارك ومنى عن يمينك وانت بترمي إن شاء الله رب العالمين، ثم ترميها بسبع، لا تقف وما فيهاش دعاء، امشي على طول منصرفا، اوعى تعود بالخلف تقول المخيمات ورايا وارجع، اوعى اوعى تسول لك نفسك تقول ممكن انا اعمل كده غطس، لا، اتق الله. في الحجيج في 2015 كانت معجنة كان السبب من بعض الحجيج، وقيل بفعل فاعل والله أعلى وأعلم، أنهم عادوا خلف الناس، صلوات مع رسول الله، عادوا خلف الناس عكس الناس، فماج الناس بعضهم في بعض، لأن من يسقط لا يستطيع أحد أن يرفعه، حتى بعض من الحجيج الذين هجمعنا قال يا شيخ كنا نسير بين دماء وأكرمكم الله أحشاء أمامنا، نسأل الله العفو والعافية. إنما اتبع أنت التعليمات وكن منظم فتذهب على طول مباشر إن شاء الله، ما تجيش تقول للرجل الموقف على العسكري اللي واقف على الحجز بالله عليك دخلني، بالله عليك عشان أمي، بالله عليك، هم بيراعوا المواضيع دي، فأنت لا تسقن عن نفسك وهو حج. وقال النبي محمد عن الحج إيه؟ جهاد، من مفردات الحج أنه جهاد. فالحمد لله رميت السبعة، أنت الآن تحللت التحلل الأصغر. ليه 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 ليه؟ لأنك أنت عملت الإيه؟ السك اللي هو سك الإيه؟ يبقى أنت نحرت معايا يا عم الشيخ أحمد؟ صح الشيخ أحمد ولا غلط؟ ماشي، أنت عملت السك بتاع الراجح ده، يبقى أنت أديت الجمرة وتاني ورميت الإيه؟ رميت العقبة الكبرى اللي هي الجمرة الكبرى، صليت مع رسول الله، تروح تعمل إيه إن شاء الله؟ ترجع تحلق رأسك، صليت مع رسول الله، بسم الله، تروح تخلع إحرامك، ها؟ تخلع الإحرام وتلبس ملابسك العادية، اسمه ايه ده؟ التحلل الايه؟ ايه الاصغر؟ ايه الاصغر؟ انك تحللت من كل المحظورات ما عدا النساء، انك لا تأتي زوجتك، انما متى التحلل الاكبر؟ بعد طواف الإفاضة ان شاء الله، صليت مع رسول الله تنزل. نعم سيدنا، الترتيب، الله يفتح أخوك، الترتيب هنا ما سئل النبي يوم الحج الأكبر من يوم عرفات وانت نازل إلا وقال النبي افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، رسول الله طف قبل أن أحلق، افعل ولا حرج، يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال لا حرج، كله مبني على التيسير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، صليت مع رسول الله، وصلت إلى البيت، طفت بالبيت سبعا، تعمل إيه؟ أنت الآن تحللت، ها؟ التحلل الإيه؟ التحلل الأكبر، بقي لك إيه؟ نعم، أيوة، الله يفتح عليك. في حاجة تاني، أنت هنا بمجرد أن طف تحللت من التحلل الأكبر ما عدا المتمتع فقط، إن واجب عليه بعد الطواف يعمل إيه؟ الله يرضى عنكم، يعمل سعي. أما المفرد والقارن فليس عليه سعي بعد الطواف. صليتم على سيدنا رسول الله، طفت بالبيت سبعا، ماذا تبقى عليك؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ خلاص خلص الحج؟ ها؟ ترجع تاني، تروح فين؟ تروح منى. أترككم عند البيت في الطواف لنستأنف الحديث إن شاء الله يوم
السبت بإذن الله ربما يكون آخر يوم، وإن قدر الله لنا إن شاء الله أن نأتي بإحرام يعني نتدرب إزاي نلبسه إن شاء الله عشان ما يحصلش البهدلة لمن وفق لحاجة إن شاء الله كيف يلبس. له طريقة جميلة جدا، مش شرط تجيب حبال وتربط صليت مع رسول الله، ولا تجيب أساتك وتربط، ولا تكون الآن، ولا تبص تحت ولا تبص فوق، لما تخافش إن شاء الله مستورة إن شاء الله صليت مع سيدنا رسول الله. أحبكم في الله، أسأل الله رب العالمين أن يجمعني وإياكم عند عرفات وعند البيت الحرام في هذا العام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ولآبائنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم وفق حجاج بيتك في هذا العام واحفظهم من الأخطار والحوادث وكل ما هم وغم، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمن علمنا حرفا ابتغاء وجهك العظيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.